الجيل ده كان ليه ظهور قوي جدا في فتره الثمانينات والتسعينات ويمكن اواخر السبعينات، كان مهتم اكثر بالمدينه. وهذا الجيل هو اللي شاهد ميلاد هذه الانظمه للارت والمنظمه دلوقتي، وجيل شاف نفسه وشاف نفسه 67 وشاف مصر 73، شاف الحلم القومي العربي. يمكن جيل عنده حاجات كتير جدا، لكن هذا الجيل هو الذي ظل نقدر نقول يعني يحكم الثقافه العربيه فتره من الفترات. مؤخرا نقول في 2013 2014 في اعاده ظهور لهذا الجيل بشكل ما، هنلاقي ده محمد خان مثلا في قناه المصنع بيورينا حاجه بشكل مختلف، هنلاقي مثلا روي بوزيت في منبوتش، هنلاقي محمد ملص في هذا الفيلم سودان دمشق. يمكن محمد ملص في الفيلم ده بيعيد تقديم نفسه من جديد، لانه يمكن استغنى شويه عن فكره المدينه وانتقل الى المدينه الداخليه، وهو هذا المنزل الدمشقي اللي بيعبر عن المجتمع السوري، البيت الشام اللي فيه المسلم والمسيحي والعلوي والسني اللي هو فيه كل الفئات من المجتمع السوري. البدايه كانت تكريميه لاثنين مهمين جدا، كانت على قبر عمر امير علي اللي هو معروف انه كان مضاد لهذا النظام، وكان من خلال مشهد للممثل المسرحي غسان جميع اللي هو برضه اعتقل من هذا النظام وكانه كان بيمهد جميع قبل ذلك. لما انتقلنا الى داخل هذا المنزل الدمشقي اللي هو بيعبر عن الطبقه المتوسطه، هنشوف فيه نوع من الاستقرار، يعني استقرار مزيف نقدر نقول في هذه الطبقه، الى ان تبدا الثوره السوريه من خلال المشهد اللي تم فيه اعتقال حسين من امام الجامع الاموي اللي هي اول مظاهره في الثوره السوريه، ويبدا هذا المنزل في الانهيار الى ان نصل في النهايه فكره ما بعد الثوره، فكره المطالبه بالحريه. لكن المفاجاه في ده كله ان هذا الفيلم تم تصويره داخل سوريا، ومحمد مرس ما زال يعيش في سوريا ولم يذهب الى المهجر وقادر يقدم الرساله دي. هو سؤالي ليه ازاي قدر يعمل فيلم زي ده جوه سوريا دلوقتي؟ كيف بنعمل فيلم ولا انا ما بعرف بهذه الظروف؟ معلش يعني مغامره، بس لما بحس الانسان بحاجه يكاد يعني لا يستطيع التخلص منه انا رح اقول شغله. صدقوني انا بعتبر حالي حاليا بعتبر ما بعرف اذا صح سليم ومعافى، لاني قدرت اعمل فيلم. لو ما عملت الفيلم يمكن كان اما تصيب الواحد في ازمه قلبيه او يسقط في اكتئاب او الى ما هنالك. ما بدنا يعني نحولها لدراما، لكن انا اريد ان اقول من هذه العباره بانه حين تريد عليك ان تغامر، عليك ان تحاول. ما في مصاري تتدبر وبتجي. طبعا هذا الشيء كانه عم بعطي درس لحالي كيف اعمل فيلم قادم، يعني ها فبيشبهوا بعض، يعني سواء كيف عملت هذا او كيف عندي رغبه. طالما في يعني سينما جواتك بتصرخ وبتنادي بتقول لك انا بدي اطلع، فطلع ما بدون ما افوت بتفاصيل كيف نعمل فيلم. حقيقة ظروف صعبة، يعني يمكن الأمان الأول اكتسبته من أنه في كثير أو قسم أساسي من الفيلم هو داخل البيت، وفعلاً في كثير من الحوارات لأنه كان قريب أحد المراكز اللي يعني قريبة مني تقول له وطوا صوتكم، يمكن لاحظتوا أن الصوت واطي، لا بس هذه مشكلة من نوع آخر. يعني فعلاً يعني تصور هذا المجنون انه هو عم يطلع على السوق وهو انا له اصرخ، ومقابل كان في حاله خطر عليه. اوكي جوهر الامر لازم تعمل فيلم، لازم تعمل لما بتحس بهيك حاجه تكاد ان تمنحك الحياه تعمله.
هو يمكن اخر سؤال ليا وبعد كده نفتح الحوار للمناقشه اللي عايزينكم. هو الاصرار على تكريم عمر امير رضاي واظهار قلبه بهذا الشكل، ده طبعا في رساله وفي صداقه، واعتقد ان في شيء جامع بينه وبينه وبين المستوى محمد، يعني ارجوك نوصل ده. هذا الحقيقه مش فقط رساله 25 او 30 يمكن من 74 او 75 لحد 2011 حين فقدت عمر، يعني علاقه لن تنقطع، علاقه بين الصداقه والسينما والعمل المشترك. لا شك بانه كل ما فكرت فيلم يعني لا يغيب لا تغيب تلك الصداقه وذلك تلك العلاقه. تحيه لا اكثر ولا اقل. لو في حد عنده سؤال. بحييك مرة تانية يا أستاذ محمد على الفيلم الرائع النهاردة، بصراحة بلاغة سينمائية في من حيث اللغة، التصوير، المونتاج، الصورة كانت معبرة جدا، مكثفة جدا، مختلفة تماما عن أفلامك القديمة. أنا بصراحة النهاردة مندهش، فيلم يعتبر من روائع السينما العالمية اللي أنا شفتها قبل كده. أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك عن الجزء الوثائقي. أنا كنت شفت الفيلم ده لمخرجة سورية، مخرج يا ربي أجنبي، في مهرجان قبيلة. حضرتك ضفت الجزء الوثائقي ده النهاردة يعني قريب ولا موجود من الأول؟ الجزء الوثائقي اللي هو فيه الانفجار والبنت بتجري بالكاميرا. لا شكرا. هذا الجزء هو الوثيقة الوحيدة المستخدمة بالفيلم، بالإضافة إلى التلفزيون اللي حطمه حسين. هاي وثائق يعني استخدمت أو موجودة وأردت استخدامها، يعني وهي طبعا يمكن شوهدت كثير، بس كانت بالنسبة لي كثير مؤثرة، ولذلك أصريت على اختيارها، لأنه بنت عم تغني عن الحرية، وفعلا هي حادثة حقيقية. حد عنده مسؤوليات او كده؟ مساء الخير، وطبعا بحييك جدا. في معظم افلامك كان في دايما شريط الصوت بالتعامل بشكل ما بأغاني لأم كلثوم، حاجة واضحة جدا في معظم أفلامك. ولو ما كانش في شريط الصوت بيبقى من خلال إحدى بطلاتك في ساعات تجلي بتدندن بأغنية من أغاني أم كلثوم. ويمكن حتى في أحد أفلامك كان أغاني أم كلثوم سبب في إنها إن البطلة نفسها تقتل حياتها، يعني واتهمت بالاتهامات. في هذا الفيلم اختفت الظاهرة دي تماما، فهل في تبرير لده، أو هل الظروف اللي بتمر بيها الشام لم تكن تسمح بلحظات التجاهلية؟ المشكلة أن الراديوهات والتلفزيونات لم تعد تذيع أغاني، بل عادت تذيع أخبار ومعلومات وإلى ما هنالك. هذه واحدة طبعا، ليس هذا هو السبب. السبب اني فعلا في هذا الفيلم حاولت ان اكون اقرب لسينما الشباب، حاولت طبعا، وهذا بالنسبه لي شيء جوهري، وان اتمرد على اسلوب السابق، حتى يعني ما حدا يقول يلا هذا خطي يعني. فعلا اللي حكيته هو الحقيقة، يعني مش بهزر، لا أبدا. ما كان عندي شعور بالحاجة اللي والفيلم، بالعكس أنا شفت إنه في موسيقى زيادة اليوم، يعني حسيت إنه في موسيقى زيادة،
بس هذا كان صراع المؤلف الموسيقي او المؤلفين الموسيقيين. فاضطريت احط الموسيقى وحاجه شو نضل نسمع كل الوقت. بالاضافه لانه البنيه العامه يعني حتى ما يعني حتى ابقى في اطار الجديه لسؤالك، في اطار البنيه العامه بتخلط نفسها سواء على صعيد البناء والصوره والصوت والمونتاج البنيه. شفت انت البنيه في هذا الفيلم كان فيها وما فيها اكثر مما فيها. في سؤال ثاني؟ ادي المايك للاستاذ علي ابو شادي. علي يا ساتر. بعدين استاذ علي ابو شادي ماشي. مساء الخير يا احمد، ازيك؟ منور القاهره ومصر كلها كمان يعني. تحية خاصة من يعني محب بالضرورة يعني وبالمحبة والعشق لسينما محمد مرس على مدى سنوات طويلة جدا. الحقيقة أنا معجب جدا بجملتك الأخيرة وحوار التمرد على محمد مرس، وده كان جيد جدا وواضح جدا وفي أسلوب جديد تماما عن سينما محمد مرس اللي احنا بنحبها أيضا، صفاتنا الفكرية كلنا يعني. يعني ربما الفيلم بالنسبة لي يمكن خطوة على ما بدأت أعتاد على هذا الفيلم الجديد، ويمكن رؤيتك الواقع السوري الآن المتمثلة في هذا المنزل اللي يؤدي في النهاية إلى هذه الصرخة العنيفة اللي هزت أركان حتى القاعة نفسها يعني، أعتقد إنه أنا وصلت بينا جميعا نفس الصورة اللي أنت عايزها. أنت عملت غنى مركب مشاهد ربما يعني من العسير على بعض المشاهدين انهم يتواصلوا معها بالطريقه المعتاده والجان الكلاسيكي يعني شان التعبير، لكن انا شايف انه هذه الطريقه الجديده السرد عندك بتحقق غرضك اولا في تكسير الصوره او ازاحه الصوره القديمه، تقديم صوره جديده تشويقيه يعني، ايضا في رؤيه واضحه جدا و يعني دعوه، مش هقول على دعوه الحريه لانها دائما عندك من قبل بكثير يعني، لكن انا بعتقد انه كل العناصر السينمائيه استغلتها بشكل جيد جدا جدا، واستطعت انك انت تضعنا امام حاله سينمائيه جديده انا بحييك عليها. الى ان نلتقي في كلام ثاني يعني. شكرا. يعني أنا قلت سافر مع الحب الشديد للصديق الناقد علي أبو شادي، أنا يعني كثير بتسعدني وما عم أقول كلام جامد، عم أقول كلام من القلب. كثير بتسعدني هذه القراءة لأنه هي بتحمل الأمنية التي سعيت من أجلها. شكرا عليك. يعني أنا بس الحقيقة شد نظري فكرة الذات الحائرة اللي في كل الأفلام الأربعة اللي شفتها، منها الطفل الديب في الأول وخطه لراسه بالحياة وبعدين البطلة اليوم نفس الطريقة. فأنا ظني هل يعني في درجة من الاستقرار بعد هذه الحيرة ظهر على الأقل في الفيلم الأخير، لأنه أكثر الشخصيات استقرارا من إما ظني صاحبة البيت أو فؤاد، فهل في درجة من التحول تجاه شيء من الاستقرار عن هذه الحيرة، أم أنه لا تزال الحيرة دائرة عليك؟ برأيك لدي أم في الواقع هذه الحيرة؟ لا صديقي العزيز، مرة أخرى هيك حابب أكون يعني بأريحية، يا ريت الواقع يصير، لأنه أنت قلت عن فيلمين فيهم ضرب بالرأس، لكن ربما هن ثلاثة مش اثنين. يا ريت العالم بسوريا يصير بدون أبواب، حتى إذا السينمائي بده يضرب خلي الممثل يضرب رأسه بالباب ما يلاقي، بكل معاني اللي يعني فعلا في الحقيقة أمامنا أبواب مغلقة وجدران عسيرة
يمكن بفيلم الليل هلا ذكرت انه في لحظه صدام مع الجدار. نحن حتى الان بوعينا بقدراتنا مع هذه الانظمه لا ليس يعني امامنا الا ما يماثل الجدران والابواب التي جدا. وربما اكون سعيد اكثر من مرض لانه انا جاي عمال اقول يا رب جميل جدا الجمهور ده ومتجاوب مع الفيلم يعني انا سعيد جدا بالتجربه كلها بالتجربه المشاهده بحد ذاتها. اما عن الفيلم فالفيلم فيه سخاء شديد جدا يعني عامل زي السفينه المحمله بكل شيء او المنجم اللي كل ما تدخل فيه كل ما تطلع فيه. وانا عمال اتفرج عليه بستعيد الافلام بتاعته. هو الحقيقه في خطوط موصوله بكل افلام مرس من اول احلام المدينه لغايه هذا الفيلم، وهو المسافه الواسعه بين الحلم والواقع، ما بين الانسان بيتمناه وما هو موجود بالفعل، ما بين المحبه اللي الانسان عايز يحققها مع الاخر والاخر عايز يحققها معاه، ولكن كل هذه الظروف المحيطه بتدمر هذا الاحساس. في حد هنا لمس لمسه جميله، مساله الدرد اللي موجوده في كل فيلم. ومارس عنده اختبار اخبار، لانه الطفل ده بيبقى عنده رغبات والرغبات غير موجوده. ما هي الصدفه ان من اول فيلم الطفل عنده احلام المدينه بيجري ويلاقي الباب المغلق ويخبط دماغه فيه عشان يدور على الأم سجن هذا الطبيب لو كانت الذاكرة تسعفني، لغاية لما رأسه تدبي. لغاية هذا الفيلم اللي فيه أكثر من مرة فيها البطل وهي بتطبق على الباب الحديث وعايزة تفتحه والباب ما بيتفتحش. مرض باستمرار الفيلم عنده بيروح جاي نقلة للحالة المرضية. فهذا الفيلم لما احمد يخلص لانه دايما هو يحب يتكلم عن البنات المطار. هي المسؤولة عن البرمجة على فكرة. نعم احنا ما بنشوفش البطاقة الشخصية. انت جميل يا استاذ ايمن. طيب انت ولا الكلام ده انا بقوله نرجع تاني لمارس. لو اتكلمت عن الفيلم هتكلم عنه كلام كتير وهي اطول وقت منها، لكن ربما يكون في ملاحظه او ملاحظتين ايجابيتين في الفيلم. واحده فيهم متعلقه بقوه اللقطه عنه. هنا يعني وانا عمال اتفرج مارس ما بيعملش مشهد، بيعمل لقطه وكل لقطه بيشتغل فيها كما لو انه بيعمل قصة قصيرة وعلى طريقة شكوف عايز يلخص العالم كله فيها. يعني في لقطة أنا نفسي يعني هي لوحدها تبقى فيلم. سلوك شائكة ورجلين بتاعة عساكر واقفة. يا أخويا عمال أبص عليها وأنا شفتها في التلفزيون. قلت لما أتفرج عليها ده ليها ليها قبل كده وليها بعد كده. لما لقيتها هنا لقيتها إن هي كده حل ذاتها ده فيلم. فيلم كامل. قبل كده في فيلم يجوز مرس يفكرني بيه في لقطه برضه غريبه جدا، ولاد معتقلين وماشيين كده وفي بيجي حلاق يحلق لواحد شعر الحلاقه. طب ما احنا شفنا 100 واحد بيحلق، لكن مشيت المكنه على الراس وبعدين الراس دي بص لها فيها خط من غير وتسيب الانسان بالرعب من غير سويت ومن غير حاجه. فعنده مرس الناس عنده ليهم حضور قوي جدا، بس الملحد حضور الاشياء ما عندوش شيء ملوش شخصيه، كل حاجه عنده ليها قوه، حتى الستاره اللي موجوده على السرير ليها حضور، مكنه التصوير الصغيره ليها حضور، كل شيء عنده ليه حضور. الحقيقه التقديم اللي انت قدمته تقديم جميل جدا، وعمال افكر هو احنا فعلا فات علينا 30 سنه و 40 سنه من ساعه لما اتعرفنا على بعض واشتغلنا. ده يعني اتسرقنا وانت بتقول
شكرا لكم جميعا. بعد الساعة واحدة احنا فخورين وبنرحب جدا بالاستاذ محمد مرس، يمكن عشان في عرض تاني موجود.